صباح الخير يا تالت. إن شاء الله إحنا رح نبدأ بيونت 4 File and Folders. أنا بدأت مع مجموعة بجزء بسيط من الدرس، إن شاء الله اليوم رح أرجع أعيد الجزء كامل للصف كامل ورح أكمل بناء عليه. تمام، هلأ بدنا نحكي إن شاء الله اليوم عن الـ Page 82، اوكي، فايلز اند فولدرز. هلا قبل ما نبدا احنا بالفايلز اند فولدرز، بدي احكي امس عن شيء احنا اخذناه بصف اول واخذناه بصف ثاني. بدي اياك تتذكر انه انه لازم احنا نتذكر the main parts that make up the desktop screen. ايش هي عندي المكونات الاساسيه او الرئيسيه لشاشه سطح المكتب اللي هي desktop screen. اوكي، هلا كلنا اذا متذكرين حكينا الايكونز، متذكرين يا مس هاي الأشكال الموجودة على الديسكتوب، الأيكونز. كمان أخذنا تاني إشي التاسك بار، الشريط اللي بيجي بالأسفل اللي هو تحت آخر إشي اللي عليه موجود كبسة الستارت اسمه ذا تاسك بار، هو شريط المهام. ثالث إشي الديسكتوب هي الشاشة كاملة. تمام، وآخر إشي يا مس هو ذا ويندو باتون اللي هو كبسة الويندو أو كبسة الستارت. أوكي، أو كبسة الستارت هي كبسة إبدأ الموجودة على التاسك بار. هلا انا لما اخلص كامل راح افرجيكم على سطح المكتب، بس انا بدي اخلص واحكي لكم الشرح لما اخلص بنروح على هاي الاجزاء. تمام، اذا المين بارتس للديسكتوب سكرين اللي هي الايكونز، التاسك بار والديسكتوب والويندو باتون اللي هي كبسه الستارت. اوكي، هلا اول إشي بدنا نعرف وات از ا فايل. تمام، هلا بدي قبل ما نعرف احنا شو يعني فايل، بدنا نعرف انه main task of the computer is to manage data. إنه الهدف، هدف أو وظيفة الأساسية للكمبيوتر إنه إيش تعمل لي، تتحكم أو تعمل إدارة للبيانات. تمام، manage data، تمام، تدير لي بياناتي، تتحكم فيهم، أي إشي بتحكم في البيانات أو بإدارة البيانات ومسؤول عنها وهي وظيفة الكمبيوتر الأساسية. تمام، إذا the main task of the computer is to manage data. هلا بدي اعرف شو يعني فايل. تمام، او الفايل هو يمس يعني ملف. تمام، فايلز ملفات. اوكي، هلا الفايل عباره عن the data stored in the computer، اي بيانات انا بخزنها على الكمبيوتر تعتبر فايل. تمام، اي data انا بخزنها على الكمبيوتر عباره عن فايل. اذا the data stored in the computer it's mean the file. اوكي، هلا الفايل فورمات، انه في عندي اشكال كثيره للفايل. انا الفايل الملف له اشكال كثيره، ممكن يكون الملف عندي الفايل تكست نص، ممكن يكون الفايل عندي عباره عن فيديو. تمام، ممكن يكون الفايل عندي عباره عن ايمج. اذا تنسيق الملف، اشكال الملف او تنسيقات الملف او ايش ممكن يكون عندي، ممكن يكون عندي تكست عباره عن ملف نصي او ملف فيديو او ملف صورة. تمام، طيب هلأ نحكي عن، في عندي notes يا ميس. each file format has its own icon to help the user to identify the type. تمام، كل file يعني كل ملف موجود انا عندي على جهاز الكمبيوتر. تمام، إله ايكون، ايكونز خاصة في، ايقونة خاصة في، صورة او رمز او شكل خاص بهذا الملف بتوضح او بتساعد المستخدم عشان يعرف شو نوعه. هلا اذا كان عباره عن تكست بيكون مبين انه ايقونه البرنامج. تمام، اذا كانت فيديو بتبين شو ايقونه البرنامج، اذا كان ايمج بتبين شو ايقونه البرنامج. اوكي، طيب اذا احنا حكينا لحد الان شو يعني فايل، شو وظيفه الكمبيوتر، شو الفورمات تاعون الفايل، وحكينا انه كل فايل له فورمات خاصه فيه، عفوا له ايكونز خاصه فيه عشان تعمل، ليش له ايكون خاصه فيه؟ عشان تساعد اليوزر، تو هيلب ذا يوزر تو ايدنتيفاي ذا تايب، اتس تايب. اوكي، عشان اميز انا نوعه. هلا كيف احنا نتعامل مع الفايلز؟ في عندي انا فايف هاندلينجز. اوكي، كيف احنا بنتعامل مع الفايل؟ تمام، في عندنا خمس اشياء اليوم رح نعرف كيف احنا بنتعامل مع الفايل. هلا اول شيء transferring files هي عمليه نقل الملفات. تمام، هلا all different file format can be stored in the computer, smartphone and digital cameras. We can transfer files between the computer and this device by connecting